واحد بيقول هل الشيطان قدرة على إيذاء الناس كما ضرب الأنبا أنطونيوس؟ وهل لهم أن يأمروا الريح فتسقط كما حدث بالنسبة لبيت أيوب الصديق فماتت غنمه إلى آخره؟ الشيطان ليس له سلطان على البشر إطلاقا إلا إذا سمح له الله بذلك. ولذلك في قصة أيوب لم يستطع أن يؤذي أيوب إلا بعد أن أخذ سماحا من الله بهذا الإيذاء، ووضع له الله حدودا لا يتعداها. يعني قال له قصادك أملاكه لكن ما تمسوش، هو وضع حدود. وبعدين تاني مرة قال له ممكن تمس جسده لكن روحه وعقله لا، فأخذ سماحا. فالشيطان ليس له قدرة في ذاته، مع ان ايام ايوب كانوا بيسموه رئيس هذا العالم. فكان بالاولى دلوقتي ملهوش سلطان زي العهد القديم، لان المسيح بدد سلطانه. والسيد المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. بل السيد المسيح في العهد الجديد أعطانا سلطانا على جميع الشياطين، أعطانا سلطانا أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. الشيطان ملهوش قيمة. لما ربنا بيسمح للشيطان أن يجرب الإنسان لا يسمح له إلا في حدود احتمال الإنسان، في حدود احتمال. يعني إن كان ما يحتملش لا، ما يسمحش للشيطان. ربنا سمح للشيطان يجرب أيوب لأن أيوب كان رجل قوي، كان قدها، قيل عنه أنه رجل كامل ومستقيم. لكن واحد صغير ربنا يسمح للشيطان يلعب بيه؟ ده مستحيل، ما تخافوش ابدا. اوعى حد فيكم يفتكر ان زي ما الشيطان ضرب الانبا انطونيوس هيجي يضربه ولا يقرب عليك اطلاقا. ده لما يجي الشيطان يقرب عليك يلاقي ملائكه حواليك بتحرسك يبددوه. ده سمح الانبا انطونيوس، الانبا انطونيوس راجل جبار بأس، راجل قوي، اخذ خبره من هذا الامر وفضح قوه الشياطين. وبعد كده الشياطين بقت تخافه، تخاف منه. ولذلك في كتاب القديس اثناسيوس الرسولي عن الانبا انطونيوس اللي اسمه فيتا انطونيي، هذا الكتاب سجل فيه القديس أثناسيوس عظة قالها القديس الأنبا أنطونيوس عن ضعف الشياطين. يا ريت تقروه. الأنبا أنطونيوس بيتكلم عن ضعف الشياطين وبيقول لأولاده ما تخافوش منه. صاحب السؤال لو قرأ العظة دي يبقى كويس، كلام حلو بتاع الأنبا أنطونيوس. فربنا ما بيسمحش للشيطان يعمل زي ما هو عايز، يسمح له يجرب احيانا اذا كنت انت قد التجربة. لكن الكتاب بيقول ان الله امين لا يدعكم تجربون فوق ما تطيقون، فوق استطاعتكم لا، ويعطي مع التجربة المنفس. ما تخافوش من الشياطين. ده احنا في صلاة الشكر بنخدمها ونقول له لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة عدو.
فلا تنسى السلطان اللي انت اخدته من ربنا. مش الشيطان ليه سلطان عليك، ده انت ليك سلطان على الشيطان، انت ليك سلطان على الشيطان. ده هو اللي يخاف منك، يخاف منك اول ما يبص لك يقول لك ده صورة الله ومثال، ده ابن الله وانا قده مش قده، يخاف منك ويهرب. الكلام ده لو انت احتفظت بنفسك كصورة لله، لو احتفظت بنفسك كصورة لله تخاف منك الشياطين.